تم اليوم استقبال جهاز سكانر لفائدة المؤسسة العمومية للشفاية كوت من أحد المتبرعين نيابة على سكان ومواطني مدينة كوت وكل موظفي وإطارات المؤسسة العمومية للشفاية كوت. نشكره على هذا الهبة على هذا الجهاز اللي راح يكون وسيلة للتكفل الجيد والنوعي بالمرضى على مستوى الدائرة، على مستوى البلدية وعلى مستوى الدائرة، الشيء اللي راح يسمح بتقليص تنقلات المرضى الى الاماكن ولا المستشفيات المجاورة من اجل اجراء هذه الفحوصات المتخصصة. تم اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة المتمثلة في انعقاد مجلس الإدارة على مستوى المؤسسة بحضور اعضاء مجلس الإدارة من اجل استقبال هذا الجهاز واتخاذ كامل الاجراءات الاداريه المتمثله في 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 في, في الاستقبال والجرد وتجهيز القاعه. نتمنى ان شاء الله يكون يمد هذا الجهاز يساعد المستخدمين سيرتو خاصه الطبيين من اجل التكفل النوعي والخاص، لانه التصوير الطبي راهو دركا في الطب الحديث راهو وسيله مهمه جدا في تشخيص المرض، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ونستغلوا هذا الجهاز هذا احسن استغلال لفائده المواطنين. هذه العمليه طبعا تمت تحت اشراف مديريه الصحه وبتوجيهات من السيد المدير. نيابه عنه نشكر الجهه المتبرعه وان شاء الله نكونوا عندنا حسن الجميع وبارك الله فيكم. في السنوات الماضية كنا نعانيو من تنقل المرضى لولاية بسكرة وولاية باتنا من أجل الفحوص الطبية وخاصة على السكانر واليرام، وحتى من الإمكانيات المادية للمواطنين ناقصة تكون تعاني، لكن بفضل الله تم تبرع لنا محسن من أبناء كوت بجهاز سكانر متطور من اجل نقص المعاناه على السكان، على سكان الدائره وسكان البلديه. نشكره وجزاه الله خير وبارك الله فيه.